مساعدة في الورشة لصناعة محتوى تفاعلي وأيضاً للتعرف على الجمهور المستهدف في مواقع التواصل الاجتماعي ووضع الاستراتيجيات التي تهدف لصناعة محتوى رقمي يخدم الجمهور. الطرح الموجود في هذه الورشة والتفاعل بين المشاركين فيها بالإضافة إلى المادة العلمية والأسس العلمية لتقديم البودكاست وإعداده وتسويقه ويعني من كافة النواحي تعد من ورش العمل المتخصصة المثمرة واللي أعتقد أنه يعني أوفق القائمين على هذا المنتدى إضافتها إلى الساحة الإعلامية. استفدنا من خلال مشاركتنا في ورشة إدارة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كل ما هو جديد في محتوى التواصل الاجتماعي، ونشكر القائمين على هذا المنتدى الرائع وورش العمل المصاحبة لهذا المنتدى. التطوير اللي يصير حالياً في السوشيال ميديا، الناس عادةً كانت تستمع قبل عن في الإذاعة وعن الإذاعة أكثر، بس حالياً نحن في البودكاستنج نقدر نختار مثلاً الجمهور اللي نحن نبغى نستهدفه، كيف نحن نسرد القصة اللي نبغى نقولها، كيف نحن نستهدف طبعاً فئة معينة من الناس.